하얗고. نشوف تدريس في الصف الحين وكنا سمعت هذا المدرس يقول المسرح المدرسي. عيالي الحلوين، فعلا مادة دسمة ممكن نتكلم فيه اليوم، المسرح المدرسي. المسرح المدرسي هو الأساس لبناء الممثل الجيد والمخرج الجيد والديكور الجيد واللي يعمل اكسسوارات. فلما نعتني بالمسرح المدرسي نعطيه أهمية كبيرة من بداية طلوع الولد أو طلوع البنت على خشبة المسرح. هني بنقدر ننمي فيه الروح المسرحية الجيدة اللي تخدم الحركة المسرحية. موضوعنا اليوم عن المسرح المدرسي. عيالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم في حلقة جديدة من برنامجنا. شو اسمه؟ عيالنا. شو اسمه؟ عيالنا. عيالنا، وانت وعيالنا وكلكم عيالنا، حياكم الله عشان اليوم نستمتع ونستفيد من الشيء اللي اليوم نقدم لكم. نحييكم من القرية التراثية والشرقية مملكة البحرين، وان شاء الله كل مرة نقدم لكم شيء عن الأشياء الحلوة الموجودة ما تلول. إحنا اليوم نتكلم عن المسرح المدرسي. يعني شو المسرح المدرسي؟ المدرسة القديمة. المسرح اللي في المدرسة. المسرح اللي في المدرسة. يعني ما يطلعون مثلاً الفنانين، الممثلين، المخرجين، الكتاب، أصلهم أصلاً وهم صغار تدربون في المسرح المدرسي. وهو المسرح المدرسي وهو اللي ينميهم واللي يكبرهم. أنا واحد وأنا صغير تعلمت من المسرح المدرسي، وبقول لكم تجربتي عشان هي تكون تجربة لكم بعد، وفي نفس الوقت تعرفون أن أساس المسرح بداية من المسرح المدرسي. عيالي، شلون نعرف أن هاي بيطلع ممثل أو هاي فنان أو هذي يقلد ولا شيء؟ وأنا صغير في الصف الثاني الابتدائي كنت يجي الأستاذ يقول اليوم مدرسكم مال الحساب ماي وأنا جاي مكانه، يلا سكتوا عشان أنا أصحح الكراسات اللي عندي. من يسكتكم؟ يقول لي قوم محمد ياسين. قلت له نعم. كلهم قصة. أقوم أنا وأقول لهم قصة، أقول لهم تبون القصة اللي تكمل ولا القصة اللي ما تكمل؟ تفضلي. يعني في قصة طويلة وفي قصة صغيرة. في قصة أمهات يقولون لنا أو جدات يقولون اللي معروفة، وفي قصة أنا أجيبها من خيالي يعني وهو إيه. فيقولون بالقصة اللي ما تكمل من الخيال ما قد سمعوها. أقول كان مثلا في ريال وبعدين حصل له ربع ودعوا معاه وراحوا بس هم مستانسين اللي في الصف معاي لأنه شيء جديد. خلص الحصة وأنا ما خلصت القصة. يوم ثاني بعد المدرس جاي قوم قول لهم قصة. قلت لهم أي قصة تبون؟ قالوا قصة اللي أمس كملها. قلت لهم أمس نسيتها لأنها من خيالي. ليش من الخيال؟ أول نستخدم خيالنا أكثر، مو بس نعتمد على الأشياء الموجودة عندنا. أبيكم تفكرون وتقولون الشيء اللي من عندكم، فهذه يقوي خيالنا. المهم وأنا في الصف الثاني ابتدائي خذوني أمثل على المسرح المدرسي. حتى أنا ما أعرف أكتب دوري، واحد في الصف الرابع أكتب لي الدور، وقدمت تمثيلية على المسرح في مسرح الحد أو في مدرسة الحد اسمها محكمة الحيوانات، وأنا دور الذئب. وأنا توني الصف الثاني بتلاقي 8 سنوات. وبعدين كبرت شوية وأنا دايما أبتدع وأقول وأسوي، حتى في البيت أسوي لي مسرح، أخذ دف مال أمي وأحطها كذي وأقول من يبي يشوف تمثيلية يوم مال الفريج، حط أنت أربعانات 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 أربعانات، واقوم يلا حب تفتح الستاره واسوف دفعت بي واقوم امثل لهم ويستانسون ويصفقون. مره امي تبي تطلع سكه تدور دفتي ما شفت، وين دفتي وين دفتي؟ ما في الا محمد هو اللي اخذ دفت، ولا ياتي اللي حطها على الستار. حسبي الله على ابليس. المساكين طلعوا قالوا لي احنا ما شفنا التمثيليه، عطنا ميزاتنا. قلت بس نشيتوا المسرح؟ قال لا عطنا ميزاتنا.
أعطيتهم بزات الطب. فكنت أنا أمثل أول هالمدرسين. إحنا أول إيش علينا نعتمد؟ نعتمد كنا نقرأ شوية المجلات اللي تجينا من برا. شنو هالمجلات اللي تجينا من برا؟ وين تجينا المجلات أول؟ تجينا من مصر. طب يعني هذه مثلاً ميكي، مجلة ميكي، هذه المجلة تجينا من مصر وفي وهو حق الأطفال بس. وفي شوفوا حتى إنها جديدة ما انفتحت، وليش ما يفتحونها؟ عشان ما تعفى صغيرة، فإحنا نحط مسطرة ولا شيء فتحة افتحها شوفي. فشوف في كرتون، في أشياء وايد فيها. هاي مجلة ميكي، وبعد في مجلة ثانية، في مجلة سمير بعد تجينا من مصر. مصر ما شاء الله ما أغنياء بالثقافة والعلم والأشياء، وعندهم ما شاء الله من القصص والعلم الكثير. فبعد يطرشوا لنا مجلة هاي ميكي، فيه داخل مواضيع كثيرة. لما نفتح داخل بنشوف مسابقات وأشياء. أنا كنت أشوف هالمجلات هذه وأحاول إني أشوف قصة صغيرة وأسويها وأقلدها. بعدين في عندنا مجلة اسمها مجلة سعد. هاي وين؟ هاي مصر، لا، الكويت. هاي من الكويت، مجلة سعد. هاي بعد فيها حلوة وفي رسومات وفي أشياء والله، وفي قصص وفي معلومات وايد. في بعد مجلة واحدة ثانية طبعا ها كل عرفتوها، مجلة ماجد. وين؟ الإمارات. مجلة هذه مجلة ماجد أنا كنت أكتب فيه بعد في عمود اسمه عيالي الحلوين، وكله فيه من نصايح. مجلة ماجد هذه ما كانت اسمها مجلة ماجد أول، اسمها دانة، كانوا تجربة، لكن عقب سموها مجلة ماجد وسووا بعد أفلام وسووا أشياء وسووا مسلسل، وما شاء الله مجلة ماجد منتشرة. أنا اللي أبيكم أن تقرون المجلات هذه، تقرون مجلات مال الأطفال، لأن يسوونها لكم الواحد كل من قرأ كل ما ثقافته أكثر وأكثر. صار أحسن أنا عقب صرت في الصف الخامس الابتدائي، بعد في الصف الخامس الابتدائي كان صوتي أنا حلو شوية. حلوة لحن مو بحلوها أولا، لا حق كنا نغني مو أغاني، نغني شيء يسمونه منالوجات. المنالوج مثل الأغنية بس كلماتها مدرسية. وكنت في الصف الخامس أقرأ قرآن. عيالي عشان نطقكم يصير حلو ومضبوط اقروا القرآن بصوت مرتفع. من هو يقرأ لي القرآن بصوت حلو؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم، أحسنت، بارك الله فيك. اللي أبيكم مع قراءة القرآن وتو تجودون وترتلون القرآن، وقعدوا عند واحد أو واحدة تعلمكم القراءة الصحيحة، فأقرأ في البيت بصوت مرتفع. الله يحب اللي يقرأ القرآن، حتى ألفاظك بتصير حلوة، كلامك بيصير حلو لأنك تقرأ القرآن. زين، أنا في الروضة إيه؟ أو في البيت أقرأ. عفية عليكم. وأنا أبيكم بعد في نفس الوقت عيالي أنتوا تحاولون بعد تقرون مجلات ثانية، مثل ما قلت لكم عن المجلات اللي تصير الحين غير هالمجلات موجودة كثيرة للأطفال، وكتب موجودة للأطفال. أي مكان تروحوا المكتبة ولا شيء اشتروا. زين، إحنا خلينا نلعب لعبة بسيطة الحين شوي. أنا بقول كلمة كقصة، وكل واحد يزيد، وكل واحد يزيد لتكون قصة. مستعدين؟ زين. كان في ريال وعنده ولد صغير، راحوا يمشون في الغابة. من يكمل؟ ولقوا شجرة فيها حيوان الكوالا. لقوا شجرة فيها حيوان كوالا. بعد من يكمل؟ تفضلي. وبعدين قاموا عطوا الكوالا الموز. وين يا ابو الموز؟ عندهم. عطوا الكوالا الموز. تفضلي. بعدين الكوالا عطوهم.
ولا عضهم. أعطاه موز، يعطونا موز ويعضهم. زعلان بعدين عقب تكملونه. أي عاد تقولون بعد كان ولا ريال وعنده ولد وراح شوف هلون شجرة الكوالا كملوا هلون تفضل. وبعدين عرفوا إن الكوالا هاي لعبة بس سووها مثل حقيقية. مو صحيح يعني. بعدين انفتحت حفرة وطاحوا فيها لين راحوا إلى هاي. المهم هذه القصة ممكن متواسين مع بعض تلعبونها، كل واحد يكمل. هذه توسع المدارك وتخليك تتخيل أكثر. نكمل الحين قصتي انا مع المسرح. جيت في الصف الخامس، انا اقرا قران كنت واقول ميلوجات صوتي حلو، بغني لكم ميلولوج من الميلولوجات اللي كنت اقدمها في ذيك السنه. تردون معاي؟ يلا. وقلنا ان الميلولوج كلمات محطوطه على لحن، والكلمات مدرسيه محطوطه على لحن، واحنا نغنيه في المدرسه. اقول مثلا مساء الخيرات والنور يا اخواني، من الدراسه راسي وجعاني، ومن التحفظ مخي تعباني، والصفحه بيضه بيضه بيضه، والصفحه بيضه بيضه، في الامتحان امتحاني، يا نش الحاله وانا متعذب، العربي يقول لك ارفع قوم عرب، ومن القواعد أهياني وياني، عمر يضرب زيد شيخصني أنا، هاتوا لهم شرطي والله شرطي من البوليس خانة. يا ناس التاريخ مصيبة عودة، قاعد أراجع وياتني النودة، قحصت من النوم خايف فزعاني، خرعني الاسكندر ذاك اليوناني، وعيوني بيضة 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 جنه رماني. هذه كانت الملوجات اللي نغنيها أيام المدرسة، وهذه حتى سجلناها في الإذاعة من زمان، يعني هاي يسمونها الملوجات. في هذه الحفلة كانوا يعطونا هدايا، فأنا هدوني أول هدية حصلها في نص الحفلة، قالوا محمد ياسين لأنه صار زين بنعطيه 20 روبية. الله 20 روبية وايد يعني، بس أول أحسن أكثر من دينار 20 روبية. وقال واحد قال وأنا تبرع له ثوب، تمام. واحد قال وأنا تبرع وتبكره بجوتي، واحد تبرع لي بهدية ممتازة وجايبها أنا معاي للحين الهدية. هاي محتفظ فيه، شو الصندوق هاي محتفظ فيه؟ هذه قاموس جيب، تشوفونه قاموس جيب عربي انجليزي. قاموس الجيب متبرع لي جليل العريض، كاتب الدكتور جليل العريض، كانوا يعزمون في مدرستنا كل وجهاء البحرين وبطلي، وكاتب لي كتاب داخل انا بعد ليش نحفظها، وانا لان حبيت هذا لان الجوتي لعبنا فيه خلاص والثوب لبسنا وال20 روبين صرفت، لكن هذه باقي وانا بالصف الخامس الابتدائي.
هذه صورتي. شفتوا العقال؟ شنا بنعاقول ها؟ كاتب لي أخي الطالب النجيب، لقد كنت موفق قبل أيام على مسرح مدرستكم، فعسى أن يأخذ الله بيدك أن تكون موفق على مسرح الحياة. تاريخ شايفينه؟ 28 أبريل 1958. أوه ما شاء الله، صف الخامس الابتدائي، وهذه هو القاموس الجيب اللي احتفظ فيه. لذلك أقول أنا نحتفظ بكل أشياء حلوة ذكرنا دائما بالأشياء اللي قدمناها، وهذه قاموس الجيب دائما أخذه معاي لما يدعوني في أي مدرسة من المدارس، أروح أودي معاي أقول شوفوا شلون أنا محتفظ بهدية قيمة، فيلس فعلا أقرأ فيه وأتعلم منه. ولذلك دائما نقول نحتفظ بالأشياء الجميلة. هذه قاموس الجيب استأنست في ذاك اليوم لما أعطوني، وللحين أنا محتفظ فيه. بعدين عيالي تطور التمثيل عندي، ورحت بعد في المسرح في نادي الحد، فصرنا مسرح الحد الشعبي، جلسنا نقدم بعد تمثيليات واستمرينا. نرجع عيالي عشان نعرف المسرح المدرسي والمسرح ايش من يتكون. زين؟ كان يشوفك يوم كنت كبير. كنت انا صغير ها؟ المسرح المدرسي هو يسمونه خشبة المسرح، المنصة هذه هاي يسمونها خشبة المسرح. في يحطون على الجوانب يسمونهم لا يسمونهم كواليس، خلف الكواليس، الخش خلف الكواليس، يشتغل من خلف الكواليس، هاي كواليس. وبعدين في إضاءة على الممثل عشان يبين ساعات، ساعات يخلون المسرح كله ظلام بس إضاءة على ممثل واحد ويتكلم مثلا. في صوت، في الصوت بعد اللي عشان علشان الصوت يطلع. وبعدين الصوت في عندنا المكياج لازم تمكياج عدل، بعدين عندنا الديكور الموجود، بعدين الاكسسوارات اللي في المسرح، كل هذه مكونات المسرح. عرفنا عن المسرح، هل تعرفون اسم المسارح الموجوده في البحرين مثلا؟ عندنا مسرح مثلا اوال، اوال من المسارح القديمه الموجوده في البحرين، مسرح اوال. عندنا مسرح الصواري، مسرح الصواري، اي لازم نعرف المسارح الموجوده في البحرين عندنا. وعندنا مسرح البيادر، البيادر، وعندنا مسرح الريف، الريف اللي هو مال القرى ذاك الصوب، اي مسرح الريف. وعندنا مسرح قلقامش، قلقامش هالمسارح. زين، المسارح هذه يعرضون مثلا في الصاله الثقافيه والمسرح الوطني ومركز شباب المحرك الثقافي ونادي بني عيسى وفي نوادي اخرى بعد. هل تصير مهرجانات بعد؟ هل تصير مهرجانات، مهرجانات محليه حق البحرين، فرق البحرين، وفي مسرحيات للخليج وفي مسرحيات للوطن العربي، في مسرحيات حتى عالميه حتى يجونا في البحريني. في مهرجان الصواري، في مهرجان الريف، مهرجان الاوال، وفي اشياء محلي وعربي وخليجي. في بس حيث كوميدية، يعني شلون كوميدية؟ الضحك. في تراجيدية، يعني شلون؟ يعني جد. وفي مسرحية، مسرحية تاريخية، شلون يعني؟ يعني مال تاريخ. الحين شيء ينمي عندنا القدرات في الأداء، يعني ممكن الواحد يسوي حركة لمهنة معينة مثلا والبقية يعرفون ولا لا، هاي دائما نسويه مسابقات. ايش رايك تكون معانا؟ حياك. انا بقول لك برويك شيء المهنه وانت تسويها وهم لازم يعرفون. وقبل بعد هذا لا شو جاب لهم الناس سووا يلا أنا. تفضلي. البناي. البناي صح، أيوه. زين.
نعم. سمبوسة؟ سمبوسة؟ لا. لو خيرك بعد. ها؟ لا أنا تبون أقرب لكم؟ الخباز. خباز صح أيوه. تفضل جلس. تعالي حصه. تعالي تسوي لي. خلص خير بعد. تعالي. ها دارين؟ طبيب. طبيب حيوها صح 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 صح. تفضل. زين انا بقول لكم عشان تسوي الحركه تكون حركه واضحه يعني عشان عيون عيون تك تشبك تك تشبك تك تشبك تك ها النجار نجار صح حيوها زين بعد مثلا سوق 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 ها سايق هلا فايق لا 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 ايش يقولي سوق سي سائق سياق 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 يعني سياق زين طبق 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 لا واحد في رمضان في رمضان ايش يسمونه؟ المسحر المسحر حيو اي اي هاللون هاللون زين احنا بحد يقلد تعال انت يعرف يقلد سمعنا المساحه تعال 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 قلد لنا صوت العصفور ما شاء الله ما شاء الله فنان ها مره ثانيه هاي هو ولا هو العصفور هو صوتك ولا العصفور زين قول لنا صوت مثل بطة 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 زين زين قول لنا صوت ديك ليش مخنوق؟ وين كوكو كوكو؟ عمتي حمدة في التنور على الحب الشور زين سوي لنا عسل واو لا 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 مين يسوي الاسد؟ تعال 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 اسد من شو اسمه شو اسمه صوت الاسد شو اسمه زعير زعير زين نبي الحين الحصان شنو حصان 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 زين الخروف كلكم خرفان صرتوا الدياية ببقى ايش تبي يعني ببقى ان شاء الله شكرا شكرا حيوا روحكم كلكم تفضلوا يا سلام عليكم زين الحين حلقتنا قاربت على الانتهاء وقت نخلص نلتقي معاكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده باذن الله واحنا نقول لكم للقاء مع السلامه